السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها بهاي الحلقة. حياكم الله. قارب مشاريع الحكومة الحالية اللي تبنت في برنامجها الحكومي تصحيح مسارات العملية السياسية، اليوم تعلوه أمواج الخلافات السنية اللي طفت على بحر المشهد السياسي. فبين المصالح الحزبية والشخصية تبدو اليوم الخلافات واضحة داخل البيت السني، بالتالي لا يمكن أن تستمر حدة هذه الصراعات التي من الممكن أن تعرقل سير العملية السياسية. فما زالت الانتخابات بالانتظار وإقرار الموازنة وبعض التشريعات اللي يجب أن تقر داخل البرلمان، فبالنتيجة هذه المناورات الخلافية بين أقطاب البيت السني اللي حولت إلى ساحة مناكفات تلقي بظلالها على البيت السياسي بالكامل بصورة سيئة. أما في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة مشاهدي الأحبة، فراح نتحدث عما تحتل الرياضة من جانب مهم من التغطيات الإعلامية العربية والعالمية، وتحظى أيضا بطولات كرة القدم بالنصيب الأكبر لا سيما مع جماهيرية الساحرة المستديرة، لكن كأس الخليج بنسخته الحالية حاز على اهتمام خاص لاعتبارات عديدة، منها أول بطولة خليجية في العراق بعد سنوات عديدة من الغياب، وأسباب أخرى تتعلق بحسن التنظيم والإدارة وصولا إلى مشاهد الكرم العراقية. فحجم التغطية الإعلامية والتفاعل الواسع من رواد المنصات الاجتماعية أكسب البطولة الخليجية اتساع لافت للنظر للأنظار العالمية حتى، وخصصت الصحف الورقية الدولية خاصة صفحات لتحليل المباريات ونتائجها. فبالزخم الإعلامي اللي صاحب بطولة مونديال الخليج بدورته الحالية هو الأكبر في تاريخ البطولات، وحتما راح تترتب عليه فوائد كبيرة سيجنيها العراق تباعا. إذن مشاهدي الأحبة هذين الملفين راح نتابعهم في حصاد هذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. المخاوف من الأوساط السياسية تحوم حول استمرار الخلافات السنية اللي ترمي بلهبها على سير المشاريع والقوانين في عملية السياسة. فطبيعة الخلافات تتمحور حول القيادة للبيت السني، وهذه بحد ذاتها يصفها المراقبون مصيدة، لأنها تنعكس على طبيعة المفاوضات الخاصة بالحصول على المواقع وما يسمى التوازن الوطني والشراكة في القرار، خصوصا في المواقع والأجهزة الحساسة في الدولة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. حرب نفوذه في البيت السني تقرع طبولها بين الزعامة السياسية، بين من يطمع بالاستحواذ السياسي أكثر وطرف آخر يرفض التنازل، إذ يستمر مسلسل الصراعات بالتصعيد أكثر وسط خلافات حادة وتصادم بين أغلب القيادات السنية في المرحلة الراهنة. وهنا يرى المراقبون أن هذه الصراعات تؤثر بشكل مباشر على الأداء الحكومي وربما تشريع القوانين أيضا. إن الصراعات السياسية لابد من أن تؤدي إلى أزمة سياسية، وهذه الأزمة تؤدي إلى أزمات متتالية من ناحية الاقتصادية والخدمية، فلابد أن تؤثر بصورة مباشرة على أقرار الموازنة، وذلك لأن جميع الأصوات لم تكن إلى الآن في توحيد الصف السياسي داخل قبة البرلمان. هذا كله من شأنه تعطيل الموازنة وتعطيل الأمور الخدمية والاقتصادية بصورة عامة. فمع بدء حكومة الخدمات مشوارها بالمهام الحكومية، تقف الخلافات داخل البيت السني معرقلة لسير عجلة العملية السياسية التي من شأنها أن تعيدها إلى المربع الأول بتراكم أزمة الخلافات، خاصة وأن المراقبين يرون أن هذه الأزمات ليست وليدة اللحظة. وعلى ما يبدو أن ما آلت إليه الأحزاب السنية اليوم بسبب ملاحقة المصالح الحزبية والشخصية بحسب ما يقرأه المتابعون. الخلافات بدأت تطفو على السطح، وأيضا لابد من علاجات، لابد من وساطات، لابد من إيقاف أو الحد من يعني اتساع هذه الخلافات. لذلك نحن ناشد الأخوة السنة والسادة السياسيين أو المراجع السنية أن يكون هناك حل لمثل هكذا مشاكل وأزمات، وأن يكون هناك إيقاف أيضا لعملية امتداد هذا الخلاف قد تصل إلى مديات نحن يعني من الصعب أن تحل. فتغيير المعادلات الخلافية وتفاقم الأزمات التي تحوم حولها المخاوف من فتكها بالعملية السياسية
لا تتحقق ما لم يكن هناك تنازلات من طرف لآخر، خصوصا وأن هناك ملفات فساد كشف عنها الغطاء مؤخرا لحليفين مقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهذا ما يدل على تورط بملفات فساد أكبر، وربما قابل الأيام تستبعد بعض الشخصيات من مناصبها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيوفي الأكارم، الأستاذ راجح العيساوي نائب الأمين العام لحزب بيارق الخير. حياك الله أستاذ راجح ضيفا كريما في الأستوديو. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله وبياك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم السيد طامي المجمعي السياسي المستقل. حياك الله سيد طامي. وينضم معي عبر سكايب السيد الدكتور محمد دحام القيادي في تحالف الأنبار الموحد من الرمادي. حياكم الله ضيوف الكرام. ودعم مع حضرتك أستاذ راجح العيساوي، مصادر السياسية كشفت أنه هنالك حراك سياسي يهدف إلى إقالة رئيس مجلس النواب من منصبه خلال المرحلة المقبلة حسب هذه المصادر اللي أعلنت في الكثير من الوكالات الإخبارية. مدى صحة هذه الأنباء ومن المحركات التي تقف خلف هذا الحراك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الكرام ولمشاهدي قناة الأيام. حقيقة كل الحكومات التي تشكلت من بعد 2003 لحد الآن لجأت إلى تأجيل الأزمات دون حلها وترحيلها إلى الحكومة القادمة، ونتيجة لهذه الخلافات نتجت الصراعات والخلافات السياسية، وهذه الخلافات هي بسبب المحاصصة والتوافق والخلافات أيضا على أو تقسيم الوزارات. وهذا لا يعني أن هناك المكون السني أيضا هناك خلافات بين موجودة ومستمرة لحد هذه الساعة. وأنا بتقديري إذا استمرت هذه الخلافات قد تلجأ إلى المطالبة أو بين المكونات الثلاثة، لربما راح تلجأ بعض الجهات إلى المطالبة بإنشاء الأقاليم، وهذا ما نوهنا عنه في اللقاءات السابقة وبداية لتقسيم العراق. طيب. أنا بتقديري هذه الخلافات هي نتيجتها محاصصة وتوافق، والتي تشكلت الحكومة على أساسها. اليوم لاحظنا كثير هناك مثلا انسحاب رعد الدهلكي من تحالف السيادة، وصدر بيان بهذا الخصوص بأنه هو كان يريد رئيس لجنة النزاهة، كذلك انسحاب الأخت نجاة الطائي من عضو مجلس محافظة ديالى. هذا معناها بأنه هناك خلافات بين الأحزاب ونتيجتها هي المحاصصة والتوافق. كنا نتمنى أنه هذه الخلافات هي اليوم تنصب في مصلحة الشعب العراقي، وهذه المكونات هي الآن ملتهية بمكاسبها ومصالحها ومغانمها. اليوم انت نشوف حقيقة ارتفاع الأسعار الدولار، ما أحد من هذه الجهات وهذه الأحزاب اللي وصل سعر الدولار إلى 160، وكأنه موضوع، وأنت تعلم بأنه ثلثين الشعب العراقي هو فقير وتحت خط الفقر. إذا إنه هذه الأحزاب هي خلافاتها مبنية على المحاصصة وتقسيم الوزارات والمكاسب والمغانم. نعم هناك خلافات بين المكون السني، المكون السني لديه مطالب منها إعادة ملف النازحين وحسم المغيبين والمهجرين، فهذه ولكن هذه مجرد هي واجهات للإعلام، ولكن هي حقيقة الأمر خلافات حزبية مصلحية بحتة. لما تكون هذه خلافات حزبية، أجدد ترحاب بحضرتك السيد طامي المجمعي. يتحدث ضيف الكريم السيد العيساوي عن هذه الخلافات الحزبية التي كانت في أولويات الأحزاب السياسية دون الالتفات إلى المصلحة الوطنية العليا. نتحدث هنا عن ما صوت عليه البرلمان في 28 سبتمبر من العام الماضي، وبرفض قبول استقالة الحلبوسي، برفض استقالة الحلبوسي والتصويت 222 نائب.
بالتالي هنا نتحدث مع بدايه الفصل التشريعي، هنالك حراك لربما س يعني ينجز بعض المهام حول استقاله رئيس البرلمان واستبداله بشخصيه سنيه اخرى. هذه السيناريوهات ايها اقرب للتحقق؟ تحيه طيبه لكل ضيوفك الاكارم والجميع مشاهدي قناه الايام الافاضل. بالنسبه للخلافات السنيه ليس وليده اللحظه، هي دائما اكو خلافات داخل الحزب الواحد في كل الطوائف سواء والقوميات، سواء كان الاحزاب السنيه او الشيعيه او الكرديه او التركمانيه او الاحزاب الاخرى اللي موجوده على الساحه السياسيه بالعراق. لكن احنا موضوعنا اليوم نحكي على خلافات سنيه بخصوص رئاسه البرلمان. انا في توقعي هناك اتفاقات وتمت بين الاحزاب السنيه على قياده البرلمان من قبل تحالف السياده اللي يقوده الخنجر والحلبوسي. الحلبوسي ياخذ رئاسه البرلمان، اما الاخرين ياخذون لهم حصص بالوزارات والكذا. فالخلافات هنا يعني ليس خلافات من اجل مصلحه الشعب او مصلحه البلد، وانما هناك الخلافات الجذريه واللي بنت على المحصات الطائفيه والعنصريه داخل الحزب الواحد هي من اجل المصلحه الشخصيه ومن اجل الحصول على اكثر عدد من المناصب اللي موجوده في سياده الدوله، حتى تكون انت كحزب عندك قيادات تقود الدوله ولها قرار بتنفيذ القرارات الدوله والحكومه، فانت بالنسبه لك متسيد الساحه في محافظتك من وحزبك الى دور بالمحافظه وحصول اكبر مقاعد على سواء كانت برلمانيه او انتخابات مجالس المحافظه القادمه. البرلمان ما ينظر على الشعب هسه حاليا، لان تدري هناك نية الانتخابات مجالس محليه مجالس المحافظات، ولازم كل حزب يسعى للحصول على اكثر عدد من المناصب السياديه والمناصب الحكوميه حتى يستحوذ على المحافظات اللي موجوده حسب نفوذه بالمحافظه. اما الخلاف اللي على رئاسه البرلمان، انا في وجهه نظري الحلبوسي ما يتبدل، لان الحلبوسي عنده كتله سياسيه وعنده ضوابط وشروط على اعضاء البرلمان اللي جابهم، والخصم اللي له ما عنده القدره عن ان يستبدله، لان تم الاتفاق ويا تحالف الدوله اللي هم الاطار وجماعتهم، وصار توقيع على اتفاقيات ان الحلبوسي ومن عاده وثقه عليه التاريخ اللي ذكرته بسؤالك. بالنسبه للحلبوسي ما يتبدل ويبقى رئيس برلمان، وانما هذا مجرد خلافات وانا اعتقد يتم تسويتها بين الاطراف السنيه. طيب اجدد رحاب حضرتك دكتور محمد دحام، يتحدث ضيوف الكرام عن ان السياسه لا تعطي حلول ولكن تعطي ترضيات. من هذا المنطلق فان كما اوضح السيد طامن المجمعي بان الخلاف السني ليس وليد اللحظه، ونتذكر حتى قبل الانتخابات كان هنالك مناكفات سياسيه مع حيدر الملا، واليوم ظهرت الى الواجهه جمال الكربولي رئيس حزب الحل، والتنويه لاكثر من مره وفي اكثر من مناسبه والاشاره الى رئيس البرلمان والاطاحه بهذا المنصب والايتاء بشخصيه اخرى. طيب هذه الاجراءات اذا ما تحققت، هل هنالك اعاده لصياغه صياغه خارطه سياسيه جديده، خصوصا خلينا نسميها الخارطه المكون السني في البرلمان؟ نعم. بداية مساء الخير لك ولضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. أعتقد أنه سبقني الزملاء بالحديث عن طبيعة الخلافات، وأتفق معهم بما تم طرحه من مجموعة رؤى. طبعا احنا العملية السياسية العراقية بعد عقدين من الزمن كان المفروض أن يكون هنالك تحقيق استقرار لا سيما على الوضع السياسي، لكن هذه الخلافات ترحيل المشاكل وصلت بنا إلى الأمر الآن الخلاف داخل المكونات، والخلاف داخل أو الصراع داخل المكون السني هو انتقل أيضا من المكونات الأخرى، سبقنا بذلك المكون الشيعي والمكون الكردي وكان آخرها المكون السني، وبكل تأكيد المكون السني له خصوصيته في الصراع، لكون أنه
المكون السني لا يمتلك مرجعية دينية أو مرجعية اجتماعية لكون أنه يؤمن بالتعددية، المرجعية الدينية والمرجعية الاجتماعية، وأيضا للمزاج الاستقلالي داخل المكون السني. أصبح العرف أن يكون من يقود المجتمع السني هو رئيس البرلمان. تم وصول إلى هذا المنصب قبل السيد الحلبوسي مجموعة من رؤساء البرلمان، لكن كانت خصوصية السيد الحلبوسي تختلف عن سابقيه، أنه بدأ نوع من الانفراد بالسلطة والتحيز لحزب تقدم دون الأحزاب الأخرى، طبق نظرية الإزاحة الجيلية، حاول إبعاد جميع الخصوم ومن الساحة السياسية وقواعد اللعبة السياسية. طبعا بالاتفاق، وليس يتحمل السيد الحلبوسي المسؤولية لوحده، لا، لكن باتفاق مع مجموعة من القوى الوطنية ضمن الفضاء الوطني. لم يراعوا اهتمام لبقية الأحزاب والشركاء، تم القفز على قواعد اللعبة السياسية التي أكدت، رغم أن الدستور العراقي لم ينص على مبدأ التوافقية، لكن هنالك اتفاق خارج الدستور أن يكون هنالك توافقية، ومشت التوافقية. الآن بدأت الخلافات تنتقل من الوضع العام إلى الوضع الخاص، من صراع مكونات إلى صراع داخل المكون، والآن دخل داخل الأحزاب، والآن حتى داخل الحزب الواحد سيكون هنالك خلاف على الزعامة أيضا خلال الأيام المقبلة. كل هذه الطروحات الآن، ما هي الجدوى من وصول الحال إلى ما هو عليه؟ يجب على جميع القوى السياسية أن تدرك نحن في عمل ديمقراطي، والعمل الديمقراطي مشاع للجميع، ويجب أن نؤمن بنظرية الحكم ونظرية المعارضة، ويجب أن يكون هنالك احترام متبادل بين الجميع، ويجب أن لا نؤمن بنظرية المؤامرة وتسقيط الآخر. المشكلة دكتور أنه يعني هذه النظريات لا يعني بناء لا يتم العمل بها إلا بعد أن نمر إذا سمحت لي الشركاء في العمل السياسي، سواء داخل المكون السني أو داخل المحافظات. أما البقاء والتعامل مع الجميع على أساس الأرقام ونتائج الانتخابات، الكل أعلنت أنه المشاركة بالانتخابات هي لم تتجاوز ال 20%. إذا يعني عندنا في القضية أيضا، إذا تسمح لي خليني أقاطعك، أذهب إلى الأستاذ راجح العيساوي. هل تعني أنه هذه أستاذ محمد إذا تسمعني حتى يكون الحديث تداولي من فضلك. أستاذ راجح، يتفضل الضيف الكريم بأنه هذه المسألة، أنه الاحتكام إلى العقل ولغة الحوار والأمور القانونية، بالتالي نتحدث هنا عن هذه التوصيفات ما قمنا نوصلها إلا بعد أن نمر المذهبية والمناطقية، ونتحدث ناس على النقطة المناطقية، أنه مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين أعربوا عن وقوفهم يعني مع صف معين، وقالوا بأن هنالك أولويات صندوق إعمار المحافظة وحصة المحافظة من الموازنة، وأن لا تكون الأمور بيد حزب واحد. إذن دخلت مجالس الشيوخ أيضا على هذه الأزمات. هذا التطور أين تضعه، في أي خانة؟ شوف أستاذ الفاضل، هذه حقيقة احنا بسبب تعدد القرار وعدم وجود رؤى استراتيجية دقيقة، وأنه البلد لا يخضع لسياسة واحدة، وإنما عدة هناك أقطاب لصناعة القرار. وإذا ما استمر الوضع بهذه الحالة، بأنه الأحزاب هي من تقود الدولة وتقودها وفق وجهة نظرها وفق وجهة نظر مصلحتها الحزبية، اليوم تاركين البلد ومصلحة الشعب ومصلحة البلد على جهة، ومصالحهم الحزبية والمنفعية والذاتية على جهة أخرى، وهذا حقيقة لا يصب في مصلحة البلد ولا يصب في مصلحة العراق. إذا ما استمرت هذه الحالة، اليوم كل حزب يريد أن يقوي ذاته ويقوي حزبه ويقوي ناسه ومنطقته. اليوم العراق بحاجة إلى أن يكون بلد قوي، بحاجة إلى قرارات سياسية ذات طابع سياسي بناء خلاق لإعادة بناء الدولة. اليوم أنا أشرت قبل قليل وأشار الضيوف الكرام، اليوم أنت تعرف الشعب العراقي يعاني من ارتفاع الدولار، إحنا وين والخلافات الشخصية وين؟ اليوم ما تنظر إلى واقع الشارع العراقي اللي ثلثين الشعب هو تحت خط الفقر،
يعني هذه ولا نجد لا برلمان ولا نواب ولا مسؤولين. اليوم حتى السيد السوداني يحاول أن يقدم شيء لكنه حقيقة يصطدم بمشاريع الأحزاب. أنت تعلم سيد الفاضل أن اليوم 20% من موازنة 23 هي لمشاريع الأحزاب. نعم. فالسيد السوداني إذا ما أراد أن يحاول يمكن راح يركز على موضوع الرعاية الاجتماعية، على موضوع الخدمات البسيطة، لكن اليوم الشارع يعاني من نقص بالمستشفيات، من الأدوية، بسوء التعليم، كثير من الأمور الشارع بحاجة إلى. اليوم الأحزاب في خانة ومصالح الشعب ومصالح الشعب في خانة أخرى. طيب. اليوم نحن بحاجة إلى رؤى استراتيجية دقيقة لإعادة بناء الدولة بشكل صحيح. أما إذا استمر هذه الخلافات على هذه الحالة، أنا أعتقد أنه هذه 23 لم يكتمل هناك جهة سياسية تراقب هذا الوضع. وأنت تعلم أن التيار الصدري انسحب من العملية السياسية والآن يراقب ولديه جمهور. ثم أريد أشير إلى، لو سمحت لي من فضلك، أشير إلى جهة مهمة. اليوم تعرف أنت حمايات مجلس النواب من بداية الجمعية الآن ما يقارب 30 عنصر، 15,000 عنصر حماية، هم الآن دي يتظاهرون أنه وهذه الدورة الخامسة. كل دورة برلمانية النائب في بداية الأمر كان إلى 30 عنصر حماية، إجا العبادي 2014 خلصهم إلى 16، وهؤلاء من تأتي الدورة البرلمانية يتركون بالشارع. نعم. وأخذ كل عنصر حماية عنده عائلة تكون من 5 واضرب في عددهم رواتبهم. هذه وجه من أوجه الفساد يفترض. نعم. هؤلاء أما أضبهم لوزارة الداخلية أو أشكل وحدة حماية للشخصيات. نعم. لحماية الشخصيات. طيب. وهي مسؤولة عن عناصر حماية هذه ارتدادات هذه المشاكل. ولكن في ذات الموضوع تحدثنا أستاذ طامي عن أصل هذه الصراعات، ولكن خلينا نأخذها من وجهة نظر صراعات أو صراع الزعامات تحديدا. حتى مجلس الشيوخ أشار أنه هنالك فرض سيطرة وإرادة من قبل حزب واحد، وبعد أن فرض إرادته على الأنبار حسب توصيف المجلس ونينوى، واليوم يريد هذا الحزب أن يفرض إرادته على صلاح الدين وصندوق إعمار هذه المدينة. كيف تنظر إلى أوجه الحق مع ما ذهب إليه شيوخ عشائر أو مجلس شيوخ العشائر في صلاح الدين؟ أستاذ الفاضل، بالنسبة إلى مجلس عشائر شيوخ صلاح الدين، أولا أنا كابن صلاح الدين. نعم. وعضو في مجلس عشائر صلاح الدين ورجل سياسي وصحفي، فأنا بالنسبة إلي من ضمن اللي صدروا بيان ضد البيان اللي صدروه العشائر، لأن مجلس العشائر أصلاً اللي حشوا به ونددوا على صندوق الإعمار وكذا هو. نعم. مجلس تحزبي، لأن رئيس المجلس هو مستشار لدى المحافظ ولدى جهة سياسية، فهذا يتبع أوامر الجهة السياسية اللي ينتمي لها اللي مسيطر على محافظة صلاح الدين. نعم. لكن انت من تجين تسالني كأنا رجل مستقل واحكي لك على واقع الحال على هذا الحزب اللي يريد يسيطر على محافظات، نعم هو صندوق الاعمار مسيطر عليه من قبل هاي الجهه ولديه نيه وصراع قوي في محافظه صلاح الدين والموصل والانبار ومحافظات اخرى في سبيل ان يكون الواحد اللي متنفذ والمتسلط والجهه اللي ممثله لهذا المكون. بعد ما جاء بتجهات سياسيه من تاجر إلى عضو برلمان إلى محافظ إلى رئيس برلمان إلى ما شابه ذلك، كل الأعضاء البرلمان اللي إجوا. لكن أنا أقول لك لأن رئيس البرلمان عنده حنكة سياسية أقوى من كل اللي إجوا. نعم. وعنده ضوابط ومبادئ للشخص اللي يجي يقدم بهذا الحزب. أنا تكلمت ويا بعض الأخوة الصحفيين والسياسيين، عندما اجي انا بهاي الجهه السياسيه، عندما ارشح بهاي الكتله، اكو ضوابط لازم وشروط انا اوقع عليها، مثل ما صار مثل اليوم اللي قدموا الاستقاله اعتقد مال النائب ليث المرعاوي. نعم. هاي الاستقالات تقدمت قبل الانتخابات، انا في سبيل اصرف عليك وادعمك وافوزك وكذا لازم انا اضمنك الي. نعم. فهذا مبدا بعض الجهات السياسيه المتنفذه، انا كجهه سياسيه متنفذه وعندي نفوذ لازم املي شروط عليك انت اذا توافق عليها حتى صعدك عضو برلمان. وكل الانتخابات يعني اللي مضت هذه واللي قبلها هي مبنيه على التزوير
وعلى الفساد الإداري والمال اللي موجود وشراء الذمم، ومتهم بها قضايا هواية جهات سياسية. والدليل عندما يقولون مفوضية الانتخابات المستقلة، هي مو مستقلة، هي المفروض يكتبوها مفوضية الانتخابات التحزبية، لأن كل حزب له نفوذ بهاي المفوضية وأكو ممثل من عندها بهاي المفوضية، سواء كانوا القضاة اللي إجوا أو الموظفين اللي إجوا. لكن إحنا من تجي تسألنا على زعامة الجهات السياسية اللي موجودة، كل الجهات السياسية هي تتمنى تكون أنا زعيم المكون الفلاني، سواء كان شيعي أو سني أو كردي أو كذا. لكن إحنا اليوم نعاني من مشكلة، إحنا الصراعات داخل الحزب الواحد، داخل المحافظة الواحدة صارت صراعات، وناس انذبت بالسجون، وناس تقيدت عليها قيود جنائية، وناس صارت عليها دعاوى إرهاب ودعاوى بالنزاهة وكذا. لكن المفروض أني أداء أطالب القضاء، مجلس القضاء الأعلى، أن يفتح ملفات الفساد اللي موجودة بالمحافظات المستشرة، من ضمنها محافظة صلاح الدين، لأن هاي محافظة صلاح الدين هسه من تروح تشوفها محافظة من كوبة، وإحنا أعلننا عنها محافظة من كوبة بسبب الفساد والحزب اللي مسيطر على محافظة صلاح الدين. هذا الحزب الواحد اللي مسيطر على محافظة صلاح الدين هذا همده يسعى محافظات أخرى، وهو ديناكف على رأس البرلمان صار لفترة، عند ما كان هو جزء من تحالف السيادة، من شاف الريح أقوى من الريح اللي ماشي بيه، اتجه بالاتجاه الثاني عند ما تآمروا جماعة عزم على السيادة، والسيادة تآمرت على عزم المؤامرات. احنا المشكلة المفروض ما نطلق عليها أحزاب، المفروض نطلق عليها أحزاب المؤامرات، لأن أنا أتآمر عليك وأنت تتآمر علي وهذاك يتآمر علينا، وهكذا هاي الأحزاب اللي مبنية. ألا المفروض من يسمونه حزب تقدم أو حزب السيادة أو حزب عزم أو حزب جماهير أو كذا، هاي المفروض يشيلون هاي المسميات، المفروض يسمون عليها أي حزب أقوى مؤامرة على الحزب الأخ حتى يأخذ مقاعد أكثر، لأن مهمتهم مصالح المواطن. عندما تجي الانتخابات إذا سمحت لي، عندما تجي الانتخابات أنا أشتري ذمم، أشتري، لأن شنو أنا بالنسبة لي مثل محافظ هاي المحافظة، محافظة السين، هاي محافظة السين دوائر الدولة كلها بيدي. موسى حضرتك تتحدث عن المكاسب الحزبية، ولكن نتحدث عن الزعامات، هل الزعامة متعلقة بهذه المكاسب؟ لا لا، هو الزعامات، أنا شلون أصير صراع الزعامات؟ الزعامات حتى أنا أحصل على أكثر مكاسب. طيب، حسنا أضرب لك مثل على محافظة السين، واضح، على محافظة السين من أسيطر على دوائر الدولة، محافظات بالتأكيد، يعني هو هذا أصبح الأمر بها واضح. خلينا أنتقل إلى ما تفضلت به، إلى الدكتور محمد دحام. دكتور محمد، يتفضل ضيوف الكرام بأن حرب الزعامات بالنتيجة أثرت على المكتسبات السياسية والحزبية، نتحدث عن الاستثراء عبر صندوق إعمار المناطق المحررة وهذه المحافظات، مرة نتحدث عن انتخابات محافظات جايتنا، وكل ما كبرت الزعامة راح تزداد عدد المقاعد في مجالس المحافظات، فضلا عن التفكير في مقاعد برلمانية في الدورة المقبلة وإلى غيرها من هذه المكتسبات. كيف تنظر إلى هذه المكتسبات الحزبية؟ نعم، طبعا زعامة السنة كزعامة بني قريش، يعني عندما كان يؤمنون بأن هنالك إله من التمر، ولكن عندما يزول النهار ويجوع يأكل الإله. فزعامتنا احنا على ما يبدو ايضا مرهونة بالسخاء والسلطة، ولكن عندما يقف السخاء وتذهب السلطة تذهب الزعامة معه، وهذا طبعا شيء مخجل ويؤثر بشكل سلبي على القضية الوطنية بشكل عام وعلى هوية المكون السني، لأنه الآن بدل أن نطالب بحقوق المكون السني الذي عاني الويلات خلال السنوات الماضية نتيجة للحروب مع داعش التي انتهت بتدمير أغلب البنى التحتية وأغلب المحافظات، ولا زالت الشواهد في الموصل وصلاح الدين وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى، فبدل أن نتصارع مع بعضنا ليصل فلان أو فلان، كان من باب أولى أن نقدم مصالح المكون وأن نحاول أن نقدم لهم ما يستحقون من تعويضات للمنازل، من إعادة بنى تحتية، من إعادة النازحين. الآن الكثير ممن لا زالوا خارج المحافظات وضرورة إعادتهم وإدماجهم بالمجتمع مرة أخرى. نلاحظ أن نحن الآن نذهب إلى خيار
آخر شخصنة السلطة، ولكن شخصنة السلطة لا يمكن أن تكون بهذه الأمر. نحن لو كنا نظام رئاسي من الممكن أن نؤمن بنظرية الزعامة، لكن نحن في نظام برلماني ديمقراطي صعب جدا أن ننظر للزعامة، لأنه عملية الزعامة لا تتفق مع النظام، وبالتالي سنبقى في الإشكالية. نحن نحتاج أن نبتعد عن شخصنة السلطة، كل الاحترام والتقدير للحاليين وللسابقين والذين يأتون من بعدهم، لكن يا أخوان على السادة العقلاء في المكون السني أن يعوا جيدا أنه المكون السني يؤمن بثقافة الاستقلال. علينا أن نطرح شخصيات جيدة ووطنية، ويجب أن نغلب مصالح جمهورنا الذي يعاني الأمر الآن في هذه الظروف الصعبة. وتكلم الأخ العيساوي في المعاناة بسعر صرف الدولار، والآن الأسواق اشتعلت نار، فهذا يجب أن نبتعد عن الموضوع. والذي يكون خير خلي يقدم لمواطنين، لا يقدم لحزبة. أنا إذا زعيم حزب سياسي، هذا لا يعني أن أشتغل لأعضاء الحزب مالتي وهم اللي يوصلون بالمراكز الخاصة، وأيضا بس أعضاء الحزب يتعينون وبس أعضاء الحزب تطلع لهم قطع أراضي ويحصلون على الامتيازات. طيب بقية المواطنين، يعني جايين من خارج العراق أو هم مواطنين درجة ثانية؟ كنا قبل ننتقد الحكومة المركزية على أنها تعاملت مع المكون السني على أنه مكون درجة ثانية. طيب الآن نحن نتعامل داخل المكون الواحد، كلنا من طيف واحد، وكلنا أبناء عشائر، وكلنا أبناء عوائل. إذا لماذا هذا التمايز؟ أنتم في بغداد تبحثون عن التوازن الوطني وتقولون يجب أن تكون لنا حصة، سواء فزنا بالانتخابات أو لم نفز. طيب هذا التوازن الذي تأخذونه في بغداد غير يفترض أن يكون أيضا توازن داخل المكون، وتوازن أيضا داخل المحافظة. أنا لا أمثل وأدعي بحقوق فقط أبناء محافظة الأنبار، لا، يجب أن تكون الحقوق المكون السني تشمل جميع المحافظات السنية بدون استثناء ولا قدم المساواة. صندوق الإعمار بدل أن يكون كل المشاريع وأغلبها تحال لمحافظة الأنبار، يجب أن تحال للمحافظات الأخرى، لأن أنا نعم أتمنى أن تكون محافظة الأنبار أفضل مما هي عليه اليوم، لكن ليس على حساب أبناء المحافظات الأخرى، لأنهم أيضا أبناء جلدتنا وهم شركاء وطن وهم أبناء عمومة لنا، فلا يجوز أن نستغل هذه الفرصة. لأنه بالنتيجة عندما يغادر رئيس مجلس النواب بعد نهاية الدورة، بكل تأكيد سيكون هنالك عتب وهناك نوع من الضغينة سيتحمل أبناء محافظة الأنبار، وهذا ما لا نريد أن نتحمله، لأن الأخطاء الشخصية لا نريد محافظة الأنبار أن تتحملها. هذا طبعا هذه الرسائل التي يتم تقديمها عبر الإعلام. يجب على حكومة بغداد سواء في المؤسسة التشريعية أو المؤسسة التنفيذية أن تدرك هذا جيدا. تحقيق الأمن شيء وتحقيق الاستقرار شيء آخر. تحقيق الاستقرار يجب أن يكون هنالك دعم للتعددية الحزبية، وهذا أيضا لازم أن يكون هذا الأمر هو يعني الأمر الصحيح في مجلس النواب باعتباره هو مجلس لمكونات الشعب العراقي. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد دحام القيادي في تحالف الأنبار الموحد، حدثنا عبر سكاب من الرمادي، وشكر كثير لحضرتك السيد طامي المجمعي السياسي المستقل، وكذلك الأستاذ راجح العيساوي نائب الأمين العام لحزب بيارق الخير. أثريتم الملف ضيوف الكرام، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ حبيب رحيم الصحفي الرياضي، حياك الله استاذ حبيب ضيفا كريما زميلنا العزيز، اهلا ومرحبا بك. وكذلك ارحب بالسيد مصعب حافظ لاعب سابق ومحلل فني ينضم معنا عبر سكايب، اهلا بك يا كابتن. ابدا مع حضرتك كابتن حبيب، نتحدث عن الاحصائيات خلال الايام الاربعة الماضيه. سجلت رسميا دخول 104 من الاعلاميين، منهم 4 اعلاميين اجانب، وتم رصد 30 قناة محلية عراقية، فضلا عن دخول ملاكات فنية وإعلامية لتسع مؤسسات إعلامية عربية. إذا هذه الأعداد والنقل المباشر والنقل المسجل وهذه المنصات التي بدأت بنقل ليس المباريات فقط، بل أنه التركيز على الجمهور، التركيز على الضيافة لربما كان هو السمة الغالبة حتى على مجريات المستديرة داخل الملعب. أولا أحييك أستاذ أحمد وشكرا لإتاحة الفرصة للحديث عن هذه البطولة الرائعة، وأيضا أحيي ضيفي عبر السكايب ولو ما سمعت منه، لكن أحيي أنا كابتن مصعب حافظ، تحياتي الكابتن مصعب وأهلا وسهلا به. الحقيقة الإحصائية إذا كانت دقيقة بالمضبوط فهذه الإحصائية يمكن بعد أكثر القنوات وأكثر المواقع عبر التواصل الاجتماعي يعني كثيرة أستاذ أحمد، حتى بعض الأخوة يعني ارتجاليا عبر البث المباشر. نعم. تشوفه بالعشار اللي يصور اللي يبعث رسالة حب مودة، هذه إن صح التعبير والتعبير الدقيق هو بأن العراق آمن، بأن العراق يعني متعطش لكرة القدم أو للرياضة على شكل عام أفضل. إحصائية أنا يا ريت نعيد النظر بها، لأن أنا أقول بعد أكثر من قنوات، أكثر من إعلاميين، يعني مو 4000 إعلامي أنا ما شاهدته خلال تواجدي في البصرة لمدة 3 أيام، حقيقة فاق هذا العدد. القنوات العراقية في نفير عام داخل الاستديوهات داخل على شط العرب، في كل مكان تلقى احد المراسلين احد الصحفيين، والكل فرح جدا بما آلت اليه هذه البطوله حقيقه اللي عكست صوره جميله ورائعه عن العراق. المكتب الاعلامي لاتحاد الكره ايضا يعني اخذ العزم، يبدو انه عبر هذه الضجه الاعلاميه والتغطيات الاعلاميه الكبيره عبر الميديا والسوشيال ميديا، بان ذهب المكتب الاعلامي لاتحاد الكره الى الصحافة الورقية وعاد أمجادها وأطلق العدد الأول من صحيفة خليج 25. إذن هذا ماذا يدل كابتن حبيب؟ يدل على أن الاتحاد كرة القدم والمكتب الإعلامي في اتحاد كرة القدم بدأ يخطي خطوات الصحيحة بدون أي تخبط. هذا تعرف أنت، أنا قبل فترة تكلمت مع أحد الأشخاص قلت له الروزنامة انفقدت بالبيوت قبل تدري صاحب المنزل. نعم. الصبح قلاصة شاي والحديقة والصحيفة الجريدة، خلينا نقول هيك أحلى. نعم. الجريدة ما يستغني عنها أستاذ بالتأكيد. أحمد يعني هذه الجريدة كانت هي شلون التلفزيون المصغر أو التلفزيون اللي بيدك اللي تقدر تقرأ الأخبار. نعم. مفصلة. فهذه الخطوات تنحسب حقيقة تنحسب لاتحاد كرة القدم وللمكتب الإعلامي. طيب نتحدث ايضا عن ما خصص الكثير من الصحف العالميه، خصص صفحاتها الرياضيه الى تغطيه هذا الحدث، وايضا هو ليس الغريب وانما الملاحظ بانه الاهتمام ليس فقط بالمباريات ونتائجها وجداولها والتصفيات بقدر ما يكون الاهتمام بالجمهور المشجع والجمهور العراقي اللي كانت له وقفه بصراحه حتى في المباريات اللي ما بها العراق، الجمهور العراقي يدخل ويشجع، وايضا على الكرم العراقي باستقبال الوفود العربيه كانت لها الحصه الكبرى في الصحافه العربيه والدوليه. كيف نفرزن هذه الاحداث ونقارنها ب يعني دوريات او كؤوس خليجيه اخرى؟ اذا اردنا نقارن بينها وبين الكؤوس الخليجيه الاخرى فهي هذه برايي المتواضع هي اجمل نسخه لخليجي اللي صار خليجي 25 وال 24 السابق، أجمل نسخة هي هذه من افتتاح، من ملاعب، من تواجد جمهور. طرقت أستاذ أحمد للجمهور، حقيقة الجمهور هو فاكهة المباريات، يعني شلون المائدة اللي ما بيها فاكهة تفقد بريقها وجمالها،
الجمهور هو كان فاكهة المباريات ولا نعم. انت يعني شو تتصور استاذ احمد فريقين عمان او عفوا مو عمان كانت الامارات وقطر والملعب مقبط او الامارات عفوا الامارات نعم. وكويت الجمهور العراقي حطم رقم قياسي بالحضور في هذه الملاعب 35 الف متفرج نعم. موجودين وماكو لا اكو تذاكر حتى تقدر تدخل ولا اكو مساحه توسع للجمهور هذا اذا دل ان العراق هو يعني رياضي بحت ويعني يتنفس كره قدم اما عن الاعلام الدولي والخارجي احنا بعثنا لهم اجمل رساله اجمل رساله هي رساله بان العراق بلد ولاد عطاء صاحب ثقافه وايضا طرقت استاذ احمد للكرم حقيقه هذا الكرم ما اجى اعتباطا ولا اجى وليد صدفه هذا الكرم هو كرم حسيني انا هيك برايي بعد ما اعرف رايي محترم جدا وبالفعل هذا الكرم كرم حسيني معابوا على الشعب العراقي بانه شعب متعصب مذهبي طائفي يكرم بس ابناء طائفته ولكن هسه الكرم اصبح يعني بصراحه يعني لا لها قضيه يعني مثلا ما متعلقه بالقضيه الحسينيه بقدر ما هي بالكره وهذا الخليجي وهذا الكرم هو الكرم منين تعلموه اهل البصره ترى تعلموه من المواكب اللي يفتحون قلوبهم لهم فهاي صار سجية عندهم الكرم صار أي دعم حتى لا من جهات حكومية ولا من غير حكومية ولا منظمات أستاذ أحمد أنا مرة خلي أنطيك فد موقف صار عندي أنا 3 أيام في بيت أحد الأشخاص تحياتي إلهم وأنا جدا شاكر فضلهم 3 أيام أريد أرجع للبيت يعني واحد من عندهم بكى يقول لي والله أستاذ حبيب لو تبقى بعد فد 3 أيام يعني ما يقول لي يوم فد بعد 3 أيام قلت له هو إكرام الضيف 3 أيام فسان بقيت 3 أيام يبكي أستاذ أحمد يعني أنت وين لاقي لك واحد ما يعرفك يبكي عليك فهذا هم أهل البصرة هم عطائين هم أصحاب كرم يعني تحياتي إلى أهل البصرة وكل أطياف الشعب العراقي هي سبحان الله يعني هي هاي البطولة لمت كل أطياف الشعب العراقي اليوم أنا أتفرج على التلفزيون أستاذ أحمد واحد من أهل زاخو أنطى رسالة بالكردي يعني الأخوان قال لهم ترى العراق آمن أنا أخوكم عمر هسه جاي أحاكيكم من البصرة لطيف. أنا كنت أتوقع البصرة يعني مو آمنة البصرة آمنة وأهلها طيبين طيب. فهذه هي الرسالة اللي قدرنا نوصلها لكل شعوب العالم صراحة. طيب لم يكسر الرقم القياسي في عام 79 اللي تصدر به العراق من حيث الجمهور الرياضي إلا الجمهور الرياضي العراقي في عام 2023 في خليجي 25 إذا العراق يتنافس مع نفسه بالجمهور؟ مو أنا قبل قليل قلت لك هو إحنا متعطشين لكرة القدم متعطشين لبطولة يعني تقام في العراق من قبل 43 سنة إحنا ما قدرنا ننظم أي بطولة كانت أستاذ أحمد فهذه يعني هي الفرصة بأن إحنا نحضر نثبت بأن إحنا نقدر ننظم بطولات حضور جماهيري واسع اثبتنا لكل دول الخليج بان احنا ما عندنا فرق اذا لعب منتخبنا او لا نقدر ننظم بطوله لاي بلد اي بلد كان يعني قبل قليل احنا نتحدث نقول خلينا ننظم مثلا كاس السوبر المصري بين مثلا الزمالك والاهلي مثلا صدقني استاذ احمد اذا ما قبط الملعب عاتبني هذا كاس السوبر المصري الهلال عفوا الزمالك والأهلي يعني راح تشوف الملعب مقبط إذا دل الشعب مثقف رياضي جدا حاليا وإحنا نتحدث الريال وبرشلونة يلعبون بالسعودية بالكلاسيكو ولكن يعني ملعب مقبط رصدك الرياضي أنه كيف تنظر إليه بالمقارنة وإن كانت المقارنة بعيدة جدا بعيدة من ناحية الفنية أنت قصدك لكن من ناحية الجمهور لا يعني الكفة انه تميل يعني هذه بل حتى من الناحية الفنية كابتن حبيب خلي شوي اشاكسك يعني لما كثير من المراقبين الرياضيين توقعوا انه بطولة كأس العالم اللي اجرت في قطر ما صار لها مدة طويلة مجرد ايام واخذت صدى واسع جدا صح. كثير من المراقبين قالوا بطولة الخليج ما راح تاخذ صداها باعتبار ان ما حدث في قطر سيظل تحكي به الأجيال ويظل براند صح بالتالي يعني بطولة الخليجي ترى صار لها كم سنة متراجعة وهنالك من قال بأنها سوف يخفت نجمها والعراق يعني اليوم بصراحة هذه الصحافة العالمية وهذه الصحافة العربية هي التي تكون المعيار للنجاح العراقي هل نستطيع أن نقارن بين هذه الأحداث
الرياضية المتسارعة؟ احنا ذا نريد نقارن هذه ما تخدمنا، لكن انا اريد اقول لك شغلة. احنا عتبنا على كابتن عدنان الدرجال، راح تقول لي ليش؟ عتب كل الشديد، ويا ريت يسمعني كابتن عدنان. عتبنا عليه، احنا ردنا بطولة افتتاح بسيط احلى من ما كنا نتصوره، لكن انطانا افتتاح فاق افتتاح كأس العالم. لطيف. يعني ما اعرف كلمات الشكر والامتنان والثناء على كابتن عدنان درجال قليلة. طيب، هذا الشطر الأول من بيت الشعر العراقي، ولكن الشطر الثاني اللي وعد كابتن درجال بأنه حفل الختام راح يكون أجمل من حفل الافتتاح. إذن راح يمحي بريق افتتاح وختام كأس العالم، وهذا راح تسجل مو الكابتن عدنان درجال بس، راح تسجل للمكتب الإعلامي في اتحاد كرة القدم، راح تسجل لجمهور العراقي اللي حضر، للي يشاهد وقلبه قلبا وقالبا هو مع المنتخب الوطني ومع العراق اصلا. المشاهد اللي اصبح الاعلام العربي والدولي يتغنى بها حتى خارج حدود الملعب، على كورنيش شط العرب، على البيوت اللي تحدثت عنها حضرتك، على الكرم حتى في بساطته، حتى واليوم ترى البصره بصراحه يعني يجوز نخجل نقولها، ولكن هو هذا واقع حال، يعني مدينه تعيش تحت مستوى خط الفقر، هي الرئه الاقتصاديه للعراق، ولكن هذه الرئه مدخومه بالازمات. والله يا استاذ احمد، انا اللي شاهدته بالبصره، البصره ايش بيها؟ بيها ميناء، بيها نفط، بيها زراعه، بيها بحر، ايش تريد بيها؟ ايش تريد يعني ايش تريد؟ بيها جمال، لكن هذا يعني ما اعتقد استاذ احمد ماكو استثمار حقيقي، لكن لربما العيداني المحافظ اسعد العيداني ربما ما يخطي صح، ربما ما يعني جاي يبدي من الصفر. هي هذه الخطوه الاولى اللي بداها بتنظيم بطوله خليجي 25، وانا اتمنى من الله ومن خلال هذا المنبر الشريف اتمنى من الله ان تكون البصره زاهيه اولا بهلها، وان شاء الله زاهيه بالقائمين اللي عليها، ويجعلون البصره اجمل واجمل. لكن رساله اريد ارسلها واستغل نعم هذه الفرصه وتواجدي، اتمنى هذا الاعمار وهذا الاهتمام بالنظافه والاهتمام بالبنى نعم التحتيه بالبصره اللي موجود هسه حاليا في خليجي 25، اتمنى يستمر ما بعد خليجي 25. ايضا يعني زملائنا في المهنه واصدقائك يعني في التخصص الرياضي كابتن حبيب، مراسلين القنوات الفضائيه الرياضيه اصبحوا يلقون الاشعار، يعني وهذا على غير العاده، يعني بصراحه اينما نذهب الى اي رصد نجد فيه يعني اثراءات كبيره وراقيه، يعني مراسلو من ابو ظبي، دبي، البحرين، الرياض يلقون قصائد في حب العراق والبصره وكرم اهلها. هو العراق هو بلد ثقافه، ترى حتى الشعر اللي يلقونه يلقون يعني من اشعار بدر شاكر السياب والجواهري وشعراء ايضا عراقيين، ما جمعت مع جل احترامي لبعض الاخوه المراسلين في القنوات العربيه، اذا انتبهت على اشعارهم هي كلها من شعراء عراقيين، لان العراق هو بلد الثقافه وبلد الحضاره، وما برز في الافتتاح لحضارات اور وبابل والزقوره هي خير دليل بان العراق هو بلد ثقافه. ونتمنى هذا الاستمرار وهذا التغني وهذا التغني ايضا هذا التغني والاشعار ما يعني ترى ما جت عن فراغ استاذ احمد، هذه الحضاره متصله بهذا الحاضر والحاضر ينبئ بالمستقبل. اشكرك شكرا جزيلا للكابتن انا حبيب اشكرك استاذ احمد، شكرا لهذه الفرصه، ولو انا مشتاق لك وتمنيت اشوفك اليوم، فرصه جميله انا اشوفك والتقي بك استاذ احمد، وشكرا لك ولكل متابعيك. تحياتي الاحبه، تحياتي. ختام برنامجنا نستودعكم الله وفي امان الله.